تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح السعادة، وصباح التفاؤل، وصباح الإيجابية. مستمعين الأعزاء، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما نقول بأن الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ البرنامج، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة، مستمعينا دائما أرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان الفطر السحري علاج واعد للاكتئاب. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة أنماط الحياة اليوم، واليوم أيضا مستمعينا نحن بنركز في حديثنا سواء في فقرة أنماط الحياة اللي هي فقرة التغذية عن مرضى الكلى في شهر رمضان المبارك، وأيضا طبعا أثناء فقرة التغذية السليمة لمرضى الكلى بنتطرق في لمواضيع مختلفة عن كيف ممكن الشخص اللي مصاب بأي نوع من أنواع أمراض الكلى أن يستثمر شهر رمضان المبارك في اتباع أنماط غذائية صحية والسليمة. وبنتحدث أيضا عن قائمة الطعام المثالية لمرضى الكلى على طاولة الإفطار، وأيضا هناك بعض النصائح خاصة بالأطعمة والمشروبات اللي مفروض أن يتجنبها الشخص اللي عنده مشاكل في الكلى. بنكمل حديثنا أيضا اليوم مع الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول أمراض الكلى في مستشفى دبي، وبنتحدث من الجانب العلاجي للمرضى مرضى الكلى، وأيضا الصيام، وبيكون حديثنا معها بشكل عام عن الظروف الصحية لمرضى الكلى في الأيام العادية، وبنركز أيضا خلال شهر رمضان المبارك. وأيضا بنتكلم معها عن الأمراض المزمنة اللي تستلزم أيضا علاج متواصل خلال شهر رمضان المبارك، وبنتكلم أيضا عن إدارة يعني برنامج الأدوية وبرنامج الوجبات خلال الشهر الفضيل. فهاي مواضيعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ناخذ فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا الأعزاء، وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور سرور أخي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. شو مستجداتنا اليوم أختي أسمى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تقريبا من الأشياء اللي كنا نحطها النصيحة اليومية كانت عن مشاكل الهضم يوم أمس،
في رمضان، وأيضا كان يوصلنا الكثير من الأسئلة عن إمكانية الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بعد أخذ لقاح فايزر بيونتك. حطينا الجواب، كان الجواب من قبل دكتورة منى سهلك استشاري أمراض النساء والولادة والمدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، ينصح بعدم التوقف عن الرضاعة الطبيعية والاستمرار في الرضاعة الطبيعية بشكل عادي حتى بعد أخذ اللقاح. كانت أكثر الأسئلة اللي وصلتنا، هل أوقف أخذ اللقاح أو أتبع الرضاعة؟ لا، اللي ياخذ اللقاح المسموح طبعا اللي توفر هيئه الصحه والمسموح للمرضعات لا ينصح بايقاف الرضاعه، وينصح باستمرار الرضاعه الطبيعيه. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، وكان تغريده من حساب المكتب الاعلامي لحكومه دبي، فيديو في الاقبال الكبير على مراكز التطعيم التي تنفذ فيها هيئه الصحه في خلال شهر رمضان. تقريبا نحن عندنا في عدل اكثر من 11 مركز، ومنها بعد ايضا في عيادتين متنقلات حق اصحاب الهمم وكبار السن، وايضا في خدمات منزليه، خدمات منزليه مع الاسعاف مع هيئه تنميه المجتمع. فنحن عندنا الكثير من الخدمات، يعني كل اللي يحتاجونه انهم يتواصلون معنا وعشان نوفر لهم. كبار المواطنين او كبار السن ممكن يحجزون الموعد من خلال الهاتف، ما يغطون لأن حتى الموعد بس عن طريق التطبيق، إلا إذا كان 60 سنة فما فوق بس يدخلون يتصلوا على الكول سنتر، يختارون تطعيم كوفيد، يختارون 60 سنة فما فوق، وعلى طول راح يتواصل معهم موظف خدمة العملاء عشان يحجز لهم الموعد. فكبار كبار السن وكبار المواطنين خدماتهم سريعة، وما يحتاجون إلا أنهم يتصلون على الكول سنتر أو مركز الاتصال اللي هو 8342. ايضا من ضمن الاسئله اللي توصلنا بشكل مستمر ان شو هي الفئات اللي توفرها هيئه الصحه، وهل يتم توفير التطعيم للسائحين؟ خدمه التطعيم في مراكز هيئه الصحه بدبي هي فقط لحاملي اقامه دبي من 16 سنه فما فوق، و اللي 60 سنه فما فوق مقيمين في دبي وحاملين اقامه اماره اخرى. صحيح، هي هاي الخدمات. وايضا من يومين تم فتح المجال ل المقبلات على الحمل وأيضا للمرضعات. وصلت الكثير من الأسئلة شو عن الحوامل في الوقت الحالي، هم تحت القائمة، يعني مش تحت قائمة الفئات المستثناة، لكن في حال أن وجود أي أبديت أو أي تحديث في هذا المجال أكيد راح نحط في قنوات التواصل الاجتماعي. كل اللي عليهم أنهم يتابعونا بشكل مستمر ويتابعونا في الإذاعة، لأن نحن نقول نفس الأبديت في الإذاعة بشكل مستمر ودائم. نعم. تغيب هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية، ودمتم بصحة وسعادة. شكرا أختي أسماء، ودمتي إن شاء الله دائما بصحة وسعادة. مستمعينا، بس قبل لا نطلع الفاصل أيضا نذكركم بالمبادرة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا تحت عنوان حصاد الإبداع، فنشجع الجميع بتقديم الاقتراحات تقديم الاقتراحات حول الخدمات الصحية الخاصة بالأمراض غير السارية في ظل جائحة كوفيد-19، وآخر يوم أو آخر موعد لاستلام الأفكار أو الاقتراحات هو 30 أبريل من الشهر الحالي، وتقديم الاقتراحات والأفكار عبر الرابط الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي suggest.dubai.gov.ae. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل فقرتنا بتكون عن اليوم عن التغذية السليمة لمرضى الكلى في شهر رمضان المبارك، وبتكون معنا الأستاذة نجلة درويش أخصائي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وبنكمل وياكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. مساء
مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعين الأعزاء، دائما لمرضى الكلى طبعا دائما لهم ظروف صحية خاصة وتستدعي برنامج غذائي خاص يتناسب طبعا مع ظروفهم ومع حالتهم الصحية بشكل عام، ولكن نحن نركز خلال شهر رمضان الكريم وعلى أساس أن البرامج هذه يساعدهم في إتمام صيامهم بشكل آمن وبعيد عن أي مشاكل أو معوقات صحية. للحديث عن هذا الموضوع المهم، يشرفني أن تكون معي اليوم الأستاذ نجلة درويش، أخصائي العلاج الطبيعي بهيئة الصحة بدبي. أستاذ نجلة، صباح الخير. نور أخوي عبد الله والجميع المستمعين الكرام. الله يصبحك أستاذ نجلة بالنور والعافية. حديثنا إن شاء الله اليوم معك عن التغذية السليمة لمرضى الكلى في الشهر الفضيل، ونحن نعرف أن اللي عنده مشكلة في الكلى أو أي شيء ما يخص الكلى لهم طبعا ظروفهم الخاصة، وتستدعي طبعا أنهم يأخذون بعين الاعتبار بعض النصائح والبرامج الغذائية على أساس أنه يعني يكون صيامهم خلال الشهر صيام آمن وبعيد عن المشاكل. نتحدث معك أستاذة نجلة عن يعني كيف يتم استثمار الحقيقة أو أهمية استثمار شهر رمضان المبارك في اتباع أنماط غذائية سليمة للفئة اللي عندهم مشاكل الكلى. فعلا شهر رمضان فرصة لإعادة تأهيل الجسم، يعني هذا الشهر الفضيل استثماره بأني أنا أسوي مثلا إعادة برمجة للجسم كامل، بحيث المعدة ارتاحت يعني فترة ساعات في النهار، وأعطي فرصة مثلا كيف أنا مثلا أبدأ فطوري بشي الوجبات اللي أبدأ فيها. وبالنسبة للشهر رمضان استثمار للتخطيط الأمثل، جودة حياة صحية خاصة اللي يعانون من مشكلات في الكلى، بحيث أن يعرفون مثلا كيف أنا أعيد برمجة الغذاء، وأعرف كيف شو العادات الغذائية اللي أنا تتبعها غلط قبل، وأحاول إني أصححها واستمر عليها حتى لبعد رمضان، واستمر معها يعني مع العادات مدى الحياة، وحافظ على صحتي قدر الإمكان. صحيح. نحن طبعا أستاذ نجلة في البداية قلنا أن المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى لهم طبعا ظروف صحية تختلف، ونحن في بداية الشهر أيضا يعني قبل لا نبدأ شهر رمضان دائما كنا نذكر بأن اللي عنده أي ظرف صحي أو أي نوع من الأمراض المزمنة لابد أنه يعني يتابع مع فريق الطبي المعالج على أساس أنه يتأكد إذا كان يعني يقرر أنه يصوم، فمعنات أنه يعني ماخذ كل الاحتياطات اللازمة سواء من جانب التغذية أو من جانب أيضا الأدوية على أساس أنه يصوم وصيام يكون صحي وسليم. لو نتحدث معك أستاذة نجلة يعني عن المصابين بأمراض الكلى، هل هناك مثلا بعض الأغذية المفيدة لهم، وما هي أيضا الأغذية الغير صحية والغير مفيدة لهم؟ لأن يعني شهر رمضان له خصوصية تختلف، لأن أيضا وجبتين، وجبة الفطور ووجبة السحور، طبعا مهم لهم أنهم يعرفون شو الأشياء اللي يركزون عليها خلال الوجبتين. صحيح. طبعا مرض الكلى مراحل أستاذ عبد الله، والمراحل مثل ما ذكرت يهم إنه مثلا في حال شاف أي أعراض، حتى بعد ما أخذ استشارة الطبيب المعالج قبل رمضان وقرر مثلا يصوم، ممكن إنه يستشير كذلك الطبيب إذا حس بأي أعراض أو تعب أو أي إجهاد أثناء فترة صيامه في رمضان. لكن بعد أنا أرجع أقول يعتمد على حسب نظام اللي قاعد يتبعه وحسب التعليمات اللي قاعد يأخذها من الطبيب المعالج ومن أخصائيين التغذية، بحيث إنه يعرف شو النظام على حسب احتياجاته هو من
السعرات الحرارية، من كمية البروتين اللي يحتاجها، وحتى من كمية المعادن الأخرى والأملاح، لأن مثل ما نعرف صار في قصور في الكلى، فمعناته في خلل ببعض في بعض الهرمونات والأملاح اللي موجودة في الجسم، صار في عبء، صار في عبء على الكلى. فإن إذا مثلا يعني إذا الشخص يعاني من قصور في الكلى، فهذا لا يعني أنه يتبع نظام أي شخص ثاني، أو يقول هذا مثلا يتبع نظام وأنا بروح أتبع مثله، حتى لو كان مثلا نظام شافه صحيح وسليم وغني بالفيتامينات والمعادن، لا، لازم يحرص أنه يعرف شو احتياجاته من البروتين. صحيح. لأن مثلا اللي ما يغسلون الكلى، اللي مش عن غسل الكلى، عادي يعني يتناولون البروتين، ولكن على حسب الكميات اللي يحتاجونها، بالتقليل من كمية البروتين. وارجع أقول البروتين موجود في اللحوم، الدجاج، الأسماك، البقوليات، هاي البروتينات ممكن يقلل عنها المريض اللي ما يغسل كلى مقارنة بالمريض اللي يغسل كلى أو اللي يسوي غسيل كلوي بشكل منتظم. نعم. فيعرف احتياجاته، وبعد يحاول إنه الأطعمة اللي مثلا يختارها يختار أطعمة قليلة بالملح، أطعمة ما تكون دسمة، وهاي للكل يعني، حتى خاصة اللي مرضى الكلى يعني لازم يحرصون كل الحرص إنهم ما يتناولون الأطعمة اللي هي عالية بالأملاح. نعم. وعالية يعني بالدهون، الأشياء اللي ممكن هي تزيد العبء على الكلى. صحيح. طبعا الأطعمة المملحة. نعم. وأقول دائما يعني أستاذة، نحن نذكر المستمعين بأن الجانب التوعوي لدى المصابين بأي نوع من أنواع الأمراض المزمنة، سواء يعني إذا كان مصاب بالكلى أو مصاب بالسكري، لابد أنه مثل ما ذكرتي أستاذة نجلة، لابد أنه يكون على وعي ويكون على دراية كاملة، بحيث أنه كيف يدير حالته بشكل ذاتي. يعني الشخص اللي مصاب بموضوع الكلى لابد أنه يعرف احتياجاته من السوائل، يعني هو ما يقدر يقرر أنه يشرب كمية مياه مثل الشخص العادي إذا ما كان عنده أمراض يعني مرض مزمن. فلابد أنه أيضا حتى نسبة السوائل اللي ياخذها لازم يعرفها، انه يعني هو يحتاج هاي النسبه، لان اذا كانت النسبه زياده فاكيد يعني بيدخل في بعض الـ يعني التحديات وبعض المشاكل الصحيه. صحيح. نعم. طبعا احنا لما نقول لهم مثلا قلل شرب الماء في رمضان، مو بدنا اساسا ان احنا عارفين ان الكلى تشتغل مثلا بمقدار معين وفي قصور في وظيفه الكلى. صحيح. فهني الطبيب المعالج يحدد اذا مثلا هذا الشخص يتناول لتر لترين ماي، لترين ونص ماي، على حسب هو يعني تردده على الحمام، على حسب خروج السوائل من جسمه، كيف الطبيب يحدد، فيعرف هو الكمية اللي يحتاجها من الماي. في ناس بس من باب الطرفة يعني قلنا لهم مثلا خففوا الماي، فقاموا يشربون شاي وقهوة بزيادة، فكثروا مثلا السوائل الأخرى. صحيح. ظنن منهم أن نحن بس يعني الابتعاد نتعد بس عن الماي، فنحن نقولها بالمجمل السوائل كلها يعني لما نحددها لسه مثلا لتر لترين، يعني هاي بمجمل السوائل كلها من وجبة الإفطار إلى وجبة السحور، وكل ما هو حافظ على نظام غذائي، كل ما تجنب الإرهاق التعب، كل ما تجنب المضاعفات اللي ممكن تحصل خلال نهار رمضان. طبعا يبتعد عن الأطعمة المملحة مثل ما ذكرنا، المعلبة، المخللات، الأجبان المالحة، في بعض الأطعمة اللي هي فيها نسبة صوديوم ولكن الشخص ما يطعمها، يعني نحن نسميه الصوديوم الخفي، فعشان في حتى لما يروح يشتري المنتجات يتأكد أن هذا المنتج ما يحتوي على كمية صوديوم أو ملح بنسبة عالية. وكذلك أستاذ عبدالله، أنا ما يحطون الملح على مائدة الطعام، لأن يعني كثير منهم عادة ما يطعم الأكل عدل، فيقوم يضيف ملح، وبالتالي الملح نقول بعد التعود، فيستبدل الملح بالمنكهات الأخرى مثل الليمون، المنكهات الثانية اللي ممكن تضيع طعم الملح وتخلي للطعم يعني الأكل طعم حلو، مثل التوابل الأخرى اللي ممكن تغنينا عن الملح، ونحاول نقلل استهلاكنا للملح على الأطعمة اللي موجودة حتى على مائدة الإفطار وحتى على مائدة السحور بالنسبة للمصابين بمرض الكلى. كل ما هم اتبعوا النظام الغذائي، كل ما ساعدوا على تحسن الوظائف عندهم، على تحسن الهرمونات والمعادن عندهم في الجسم اللي تحتاج إلى التنظيم. يعني حتى الأطعمة اللي مثلا عالية بالبوتاسيوم عندنا
مثل الموز، الهمبة، الخوخ، وحتى الأطعمة اللي مثلا تكون في الخضروات الورقية أو يعني السلطة، فما يمنع أنه مثلا يحط السلطة، لكن في طريقة أنه مثلا يقدر ياخذ ينقع السلطة هاي مثلا في الماء، يخليها لمدة معينة، ومثلا يصفي الماء مرة مرتين وثلاث، بحيث أنه يخفف كمية البوتاسيوم اللي موجود في السلطة هاي. وإذا تناول مثلا الخضروات يحاول تناولها بشكل مثلا خضروات مسلوقة مطبوخة، تحد يعني أو تخفف من كمية محتواها من البوتاسيوم. ما في شيء نقوله يبتعد عن 100% من هذه الأغذية، لكن يحاول أنه يقلل قدر الإمكان ويخفف حتى لكمية البروتين اللي يحتاجها. فنقول مثلا البروتين مفيد ومهم ويحافظ على الكتلة العضلية وكذا، لكن بقدر احتياج مريض الكلى. ففي مرضى ممكن يحتاجون كميات أقل عن غيرهم، يمشي على حسب، إذا خلاص قالوا له قلل من كمية البروتين، فنقلل من تناولي للبروتينات سواء كانت البروتينات الحيوانية أو النباتية بكميات معينة. طبعا هذه ينطبق على وجبة الإفطار وعلى وجبة السحور أستاذ عبد الله. نعم. الحقيقة يعني أستاذ نجلة، الحديث جميل ومعلومات الحقيقة مهمة جدا، وبالأخص لمرضى الكلى وظروفهم الصحية اللي دائما تستدعي يعني الأخذ بعين الاعتبار أمور كثيرة، وبالأخص الجانب الغذائي والجانب الدوائي. أستاذ نجلة، قبل لا نختم معك شناكي شكر والتقدير خاص من مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، يقول لك شكرا جزيلا على المعلومات الجميلة، وهو دائما معجب بأسلوبك وأيضا معلوماتك القيمة يعني حول موضوع التغذية بشكل عام. شكرا جزيلا لك. كل الشكر لكم، وكل الشكر لطاقم البرنامج والقائمين على البرنامج، وأنا سعيدة جدا بهالاستضافة، وأتمنى دائما الاستفادة للجميع. يعطيك ألف عافية أستاذ نجلة درويش، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، دائما نقول بأن المصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة لابد أن يكون هناك أو يكون على دراية وعلى ثقافة كاملة جدا عن المرض، على أساس أنه يقدر يدير الحالة بشكل ذاتي. طبعا هيئة الصحة بدبي توفر مستمعينا الأعزاء الكثير من البرامج والكثير من يعني القنوات وقنوات التواصل بين المريض أو بين المتعامل وبين الفريق الطبي المعالج. هناك برنامج أو مبادرة طبيب لكل مواطن، أتمنى أنكم أيضا تستفيدون منه بتواصلكم مع فريق الطبي المعالج أو الاستشارات خلال 24 ساعة. وأنا متأكد أن هناك أيضا وسائل تواصل ذكية وبرامج وتطبيقات ذكية يمكنكم التواصل بشكل مستمر مع الطبيب المعالج، على أساس أن أي معلومة بغيتوها أو أي استشارة خلال 24 ساعة أنتم ممكن تحصلونها، على أساس أن دائما يكون عندكم تكون عندكم المعلومات هاي وتفيدكم في إدارة الحالة المرضية بشكل ذاتي. بنكمل حديثنا مستمعينا الأعزاء اليوم عن مرضى الكلى والصيام، وبتكون معانا بعد الفاصل الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول أمراض الكلى من مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. نحن حديثنا كان مع الأستاذ نجلة عن جانب الغذائي السليم لمرضى الكلى، ولكن مع الدكتورة سيمة بنتكلم عن الجانب الدوائي والعلاجي. خلكم ويانا وبعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ونكمل حديثنا اليوم عن مرضى الكلى والصيام، وقبل لا نطلع الفاصل كان حديثنا مع الأستاذ نجلة درويش عن التغذية
السليمة لمرضى الكلى خلال شهر رمضان المبارك، ولكن في حلقتنا أو في موضوعنا الحالي بنكمل عن حديثنا عن مرضى الكلى ولكن من الجانب الطبي. معنا الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول أمراض الكلى من مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة سيمة صباح الخير. نور مبارك عليكم الشهر أستاذ عبد الله. الله يبارك فيك دكتورة. ولكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك دكتورة. دائما أستاذ عبد الله في هالوقت، في هالوقت من السنة يعني قبل رمضان نتلقى أسئلة وايد عن إمكانية الصوم حق مرضى الكلى. فإن شاء الله اليوم نقدر نجاوب على أسئلة المرضى. نعم طبعا دكتورة، نحن نعرف بأن يعني المصاب بمرض الكلى طبعا أكيد له ظروف صحية يعني تختلف، وأكيد هناك يعني لابد أن يأخذ يعني بعين الاعتبار كثير من الأمور، وبالأخص يعني خلال شهر رمضان المبارك الجانب الغذائي، وأيضا يعني معرفته بيعني كمية أو الحصص اللي يحتاجها من يعني الكربوهيدرات وبعض المواد الغذائية. طبعا هذا جانب مهم جدا، وأكيد دكتورة يعني أنتم تحرصون أيضا بدعم المرضى بكل المعلومات اللي يحتاجونها على أساس أنهم أيضا يقدرون يديرون حالتهم الصحية بشكل ذاتي وبشكل يعني صحيح. دكتورة، نتحدث معك الحقيقة في البداية وبشكل عام عن الظروف الصحية لمرضى الكلى في الأيام العادية، ولو نركز أيضا خلال الشهر الفضيل. الظروف الصحية عادة مريض الكلى، إذا إحنا قاعدين نتكلم عن مريض غسيل الكلى، نعم، عادة يسوون الغسيل تقريبا اللي هم على الغسيل الدموي، يسوون الغسيل مرتين لثلاث مرات في الأسبوع. عادة يأخذون أدوية عشان الضغط، أدوية ممكن إذا كان عندهم سكر أدوية سكر. دائما هم يعني يمشون على نظام غذائي معين، على كمية سوائل معينة يشربونها في اليوم، يعني ما يقدرون يتعدونها لأن عادة تكون كمية البول عندهم قليلة أو عدم، يعني ما يكون عندهم بالمرة بول. فعشان كذي وايد مهم إذا المريض مريض الكلى قرر أن يصوم، وايد مهم أنه هو يستشير طبيبه هل هو يقدر يصوم أو يقدر يعني يكمل الصوم في هالأيام. صحيح، وأكيد دكتورة طبعا هناك برامج وضعت يعني من خلال هيئة الصحة بدبي وأيضا من خلال الأقسام المختلفة حول موضوع يعني دعم وتثقيف هؤلاء المرضى عن يعني أمراض مختلفة. فلو نتحدث دكتورة عن يعني المريض بالكلى، أنت تفضلتي قلتي إنه يعني إذا كان حاب إنه يصوم وهو مريض يعني عنده يعني مرض الكلى وعنده غسيل مثل ما تحدثنا، فشو التحديات الحقيقة اللي هو ممكن يمر خلالها أثناء ساعات الصيام؟ وأنت دكتورة كطبيبة شو اللي تنصحين الحقيقة يعني أو الظروف اللي يمر فيها الصائم أو مريض الكلى خلال ساعات الصيام، وكيف ممكن أنه يتجنب أيضا هاي التحديات؟ عادة هالفئة من المرضى يعني يقدرون يصومون في الأيام اللي ما عندهم جلسات غسيل، لأن أصلا جلسة الغسيل ممكن تفطر نفسها لأن يتلقون محاليل عن طريق الوريد، فعادة تفطر. فأحيانا هم يغيرون الجدول مالهم، مثلا إذا يحبون يصومون يخلونها بعد الفطور أو يصومون الأيام اللي ما عندهم غسيل. فدائما نقول لهم إن يمشون على نفس النظام الغذائي اللي مالهم من قبل، نفس كمية السوائل اللي يشربونها، لأن أحيانا ممكن يوم يبغون يفطرون وقت الإفطار يحتاجون يعني يحسون بالعطش فيشربون كمية زيادة من السوائل، وهي السوائل ممكن تسوي لهم تجمع سوائل في الرئة يسوي لهم صعوبة في التنفس ويحتاجون غسيل بصورة طارئة. فعشان كذي دائما هالشيء اللي دائما نقول لهم إن إذا حتى قررتوا أن تصومون لازم يعني ما تشربون سوائل وايد، لازم ما تأخذون يعني أكلات وأغذية يكون فيها أملاح وايد، ما تكون مشبعة بالدهون، نفس نظام الغذائي مالهم مال قبل، ما يكون فيها بوتاسيوم وايد مثل التمر، الأشياء اللي فيها تمر، أشياء العصائر،
العصائر المحلى عشان بعد السكر نسيطر عليها. فهذه الأشياء المهمة نقول لهم، ونقول لهم إن يأخذون أدويتهم خصوصا أدوية الضغط عشان الضغط ما يرتفع وايد، وتقريبا هالأشياء. ودائما نقول لهم إن أحسن إنهم ما يصومون عشان ما يتعرضون لهالأشياء. بس إذا هم أصروا نعطيهم هال يعني هالأشياء، نقول لهم هالأشياء. نعم. دكتورة سيمة، طبعا نحن نعرف أن كثير من المرضى اللي مصابين ب يعني مشكلة الكلى نسبة كبيرة منهم عندهم يعني أمراض ثانية مثل السكري أو ضغط الدم، أو بعض الأوقات في مشاكل في الأوردة والشرايين والأعصاب. فكيف يتم دكتورة يعني السيطرة على الأمور هاي بحيث أن أيضا الشخص المصاب يعرف أنه يدير حالته بشكل ذاتي، ويهتم أيضا في التخصصات الثانية؟ يعني إذا كان هو مصاب بمرض الكلى لابد أنه يأخذ بعين الاعتبار الجانب السكري، ومتابعاته أيضا تكون بشكل مستمر مع طبيب السكر أو يعني خبيرة التغذية، على أساس أنه يعني ما تستوي عنده مشاكل ثانية أو يعني أعراض ثانية قد تكون يعني نتيجة عدم اهتمامهم أو عدم يعني أخذ موضوع الزيارات الفريق الطبي بشكل مستمر. صحيح، نشوف مرضى وايد أستاذ عبد الله من هالفئة اللي عندهم أمراض مزمنة، مثل ما قلت، مثل ما تفضلت، أمراض القلب، أمراض أوردة، السكر، وضغط الدم. يكون هالفئة يكون عندهم قصور كلوي مراحل مختلفة. ممكن يكون في المرحلة الأولى اللي يكون أكثر من 70%، مرحلة ثانية بين 30 وبين 60 و90%، مرحلة الثالثة بين 30 و60%، أو المرحلة الرابعة أو الخامسة. فعادة هالمرضى دائما نشوفهم في العيادة ونعطيهم التثقيف، نأكد على إن لازم السيطرة على السكر والضغط يكون زين، لازم ما يأخذون مسكنات، لازم يشربون السوائل الكمية اللي إحنا نحددها، ما يستوي لهم جفاف، خصوصا إذا قرروا إن يصومون. عادة المرضى اللي يكون عندهم وظائف الكلى أقل من 30%، اللي هم المرحلة الرابعة والخامسة، دائما نقول لهم إن ما يصومون، لأن ممكن الصوم يسوي لهم جفاف، وممكن صحيح. عدم أخذ الأدوية خلال فترة الصوم بعد يسوي لهم تدهور وظائف الكلى، الضغط يكون عالي، السكر يكون عالية، فهاي ممكن تؤدي إن المريض صحته تدهور، واختلال في وظائف الكلى، واختلال في الأملاح، والمريض يعني يتعب يعني. فعشان كده دائما ننصحهم هالفئة من المرضى خصوصا إذا كانوا من كبار السن إن ما يصومون. صحيح. وهذا أيضا دكتورة نحن دائما ننصح بالشخص اللي مصاب بأي نوع من أنواع الأمراض المزمنة لابد أنه يعني يعطي اهتمام لي أيضا الأمور الثانية أو المشاكل الصحية الثانية عنده، على أساس أنه يعني ما تبدأ عنده مضاعفات أو مشاكل قد يعني يكون بسبب الإهمال من الجانب هذا. دكتورة سيمة، طبعا يعني مرضى الكلى طبعا لهم ظروف خاصة، وبالأخص يعني خلال شهر رمضان المبارك يعني تستلزم علاج متواصل وأيضا متابعة متواصلة مع الفريق الطبي المعالج. كيف يتم مساعدة هاي الفئة دكتورة في موضوع تنظيم مواعيد الأدوية، وبالأخص يعني خلال الشهر المبارك؟ إذا كان قصدنا من المرضى الكلى في هالفئة الناس اللي عندهم قصور كلوي أو الناس اللي عندهم ذراع الكلى، اللي مسموح لهم يعني إذا خلاص شفناهم وظائف الكلى عندهم مستقرة، ما في يعني زيادة حادة في نسبة الكرياتينين، يعني وظائف الكلى مستقرة عندهم ويقدرون يصومون، دائما نقول لهم إن يأخذون الأدوية، يعني الأدوية اللي هذا بين الفطور والسحور، والمدرات البول مثلا، لان بيكون في جفاف احيانا نقلل لهم مدرات البول. ادويه السكر ننصحهم ان ياخذونها مثل ما يعني قايلين لهم بالضبط. اظني الاسبوع اللي فات تكلمنا عن السكر في نفس البرنامج. صحيح. ادويه الضغط ياخذونها في الفطور والسحور. الناس اللي زارعين كلى ياخذون مثبتات حق المناعه، فننصحهم ان ياخذون ادويتهم نفس يعني ياخذون في نفس الاوقات في الشهر الفضيل. ففي أدوية تسوي زيادة في البوتاسيوم، فدائما نقول لهم على يعني إن يحافظون على الأكل
ما ياخذون اشياء فيها بوتاسيوم وايد مثل التمر مثل الرطب مثل العصاير بعض الفواكه بعد. اتوقع استاذه نجله يعني اكيد تكلمت عن هالموضوع قبلي. نعم. فهالاشياء يعني ننظم لهم الادويه قبل الشهر يعني قبل ما احنا تقريبا قبل ما يعني قبل رمضان يوم نشوف المرضى اللي يحبون يصومون دائما في العياده نقول لهم يعني كيف ياخذون الادويه. فهاي الاشياء نسويها. دكتورة أكيد طبعا هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات كثيرة الحقيقة لفئة المصابين بأمراض الكلى، لو نتحدث في هذا الجانب دكتورة وبالأخص يعني الخدمات اللي توفرونها أنتو لهاي الفئة وخلال الشهر الفضيل. إحنا عامة نوفر خدمة الغسيل غسيل الكلى تقريبا ل 240 مريض في الوقت الحالي، غسيل الدموي عندنا تقريبا 30 مريض على الغسيل البريتوني، عندنا زراعة كلى نتابع مرضى زراعة الكلى في العيادة أو إذا احتاجوا دخول المستشفى، بعد في زراعة كلى الحمد لله قاعدين نسوي زراعة الكلى حق المرضى هنا. عياداتنا الحمد لله عيادات متنوعة، من يوم الأحد لحد يوم الخميس نشوف مرضى اللي على الغسيل في يوم الخميس، في عيادات ثانية عيادات تثقيفية يوم الخميس تقريبا نثقف المرضى اللي فيهم في المرحلة الرابعة والخامسة عشان يشوفون شو يبون يسوون في المستقبل، هالغسيل هالزراعة. نعم. في عيادات حق الأوعية الدموية والكلى نفس الوقت عشان دكاترة الأوعية الدموية يشوفونهم معاهم هنا في القسم عشان ما يضطرون يصيرون مستشفى ثاني. فعيادات متنوعة نقدمها حق المرضى تقريبا هاي، وحق المرضى اللي يكونون عندهم أشياء حادة ندخلهم المستشفى في دكتور مناوب يكون موجود 24 ساعة نغطي يعني دائما، وإذا المريض يحتاج دخول المستشفى نبتدي لغسيل نسوي له غسيل. فهاي كل الخدمات تقريبا اللي نقدمها هي في قسم الكلى في مستشفى دبي. نعم. دكتورة سيمة عندنا سؤال من أحد المستمعين يقول هل المتبرع بالكلى هل الرياضة في شهر رمضان المبارك يؤثر على الكلية الواحدة والمكملات الحبوب تؤثر؟ الناس اللي متبرع الكلى اللي هو يكون تبرع الكلى واحدة فيكون عنده كلية واحدة بس، فتكون يعني وراثة الكلى تكون طبيعية عادة، لأن إلا إذا كان المريض عنده أشياء ثانية عنده بروتين في البول عنده يعني ضغط دم، فهو بعد نفس الشيء لازم يستشير طبيبة، لازم يتابع مع طبيب كل 6 شهور المتبرع عشان يشوف هو يقدر يعني يصوم ولا لا. والرياضة ما في مشكلة منها بس ما نحب الرياضة الرياضة المجهدة يعني مجهدة أيوة خصوصا في الجو الحار، فما ننصح فيها خصوصا إذا كان المريض صايم. والمكملات لا ما ننصح فيها، المكملات اللي هو إذا كان قصة مكملات اللي يعطونا حق البودي بيلدينج والأشياء لا ما ننصح فيها. ونحن دائما يعني ننصح بأن الشخص اللي حاب يأخذ أي نوع من المكملات الغذائية، وفي بعض الناس تلجأ إلى أخذ بعض البروتينات سواء لي يعني عمل الرياضة أو يعني العضلات، فلا بد أن هاي الأشياء تكون يعني الشخص يأخذ فيها نصيحة خبيرة التغذية أو يتحدث أيضا مع الطبيب المعالج. دكتورة سيمة عندنا دقيقة وحابين الحقيقة يعني تعطينا بعض النصائح العامة لمرضى الكلى لتجنب أي تحديات أو مشكلات صحية خلال فترة الصيام. إن شاء الله. فهو أهم شيء أستاذ عبد الله استشارة الطبيب. صحيح. حسب حالة المريض. نعم. أهم شيء هو يستشير طبيبه، ممكن هو يكون في المرحلة الثانية من القصور الكلوي بس عنده أمراض ثانية، عنده يعني من قريب السوالف مثلا الالتهاب، حتى ممكن نقول في الفترة الحالية كوفيد 19 في ناس يسوي لهم كوفيد يسوي لهم وضعات الكلى تدهور عندهم بسبب الكوفيد، فعشان كذي دائما مهم استشارة الطبيب قبل الصيام. بعد تجنب مشكلة الجفاف، يعني دائما إذا إحنا خلاص الدكتور قال لنا خلاص نقدر نصوم
لازم على وقت الفطور لين السحور شوي شوي نشرب كمية زينة من السوائل اللي هو الماء، ونتجنب الأشياء اللي ممكن تسوي لنا جفاف مثل الشاي والقهوة، يعني ما نشرب وايد. ومواصلة تناول الأدوية وفقا التعليمات، يعني التعليمات اللي الدكتور عطاه من قبل كيف ياخذ الأدوية، أدوية السكر، أدوية الضغط، أدوية الكلى، والنظام الغذائي اللي هو ماشي عليه لازم يستمر فيه، يعني مو في رمضان لا يغير النظام الغذائي طبعا عشان الأكل في رمضان غير، لا لازم يمشي على نفس النظام الغذائي عشان يتأكد أن وظائف الكلى بتتم يعني في نفس المكان. صحيح. والامتناع عن أخذ المسكنات هذا بعد شيء مهم، يعني لازم ما نأخذ مسكنات خلال فترة الصوم، خصوصا الناس اللي يكون عندهم الكلى. ما تكلمنا عن الناس اللي عندهم الحصى والمشاكل في المسالك البولية، هل فئة بعد لازم يأخذون كمية زينة من السوائل بين 2-3 لتر، وحتى وظائف الكلى عندهم إذا يقدرون يصومون ولا لا. صحيح، أكيد إن شاء الله يا دكتورة. عفوا، بنكمل الحديث في مواضيع مختلفة إن شاء الله معاكم خلال الحلقات القادمة. دكتورة سيما عبد الله، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، عندنا بعض النصائح الذهبية ولكن للأسف ما عندنا وقت. أتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم اليوم مادة ومعلومات علمية وصحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم، كان فريق الإعداد معاي من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وتقبل الله طاعاتكم. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.